بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلنقرأ الفاتحة لتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. إن شئتم أن ترفعوا يوم القيامة وتعظموا وتكرموا وترحموا فلهدي أحمد فالزموا. وإذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكل. نفسي فدائك لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. سيدي وأحسن منك لم ترى قطه عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. عود الكريم إلى القرآن الكريم وذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ جمهوري مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي محمد شبلي بمدينة الشهداء فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية. ندعو لقارئنا بالتجلي والتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك وكل ذو عينين لا تجعل مع الله شريكا. القرآن الكريم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماء يتفطرن منه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يكاد السماوات يتفطرن تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض
تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لقد وعدهم معدا لقد احصيهم وكلهم آتيه
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
وكم أهلكنا قبلهم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم مريض وكما أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد تسمع لهم من ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تحس منهم من أحد
تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهلتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأجله اكفوا إني لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. لعلي آتيكم بقبس وأجد على النار هدى. فلما آتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع إن
وأنا قدرتك فاستمع لما يوحى فلما أتيها نودي يا موسى فاخلع عليك إنك من الواد المقدس طوي وأنه درنا وأنك فاستمع فاستمع لما يوحي إنني أنا الله
فاستمع لما يوحي فاستمع لما يوحي إنني أنا لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة فاستمع لما يوحي
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي واتبع هواه فتردي وما تلك بيمينك يا موسى سبحانك ربي خلقت عيسى عليه السلام من غير وعلمت سليمان منطق الطير الذي تأكل الهنم ودفعت عن مريم العذراء التي تعد في شرفها بالقصف والسب ونجيت يونس من الظلمات ويوسف من الجب وأهلكت فرعون الذي دعا له الرب وأحببت الحبيب حبا ليس بعده حب وصفت نوحا بأنه كان عبدا شكورا ووصفت أيوب بأنه كان أوابا صبورا وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت ماء طهورا وألقيت قميص يوسف على وجه أبيه فارتد بقدرتك بصيرا وأرسلت محمد البشير وله من الأسماء أربعة محمد أحمد هاديا ومعتصم وخلقت برسول الله أربعة الكرسي ثم العرش ثم اللوح والقلم ولولاه صلوات ربه وسلامه عليه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم هكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان على أرض الإسلام عشنا مع كتاب الله وآياته الكريمة
والتي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية. كان معكم وبتوفيق من عند الله على أكبر مكبرات صوت عالمية ومدينة الأنوار الكهربائية وقصر من قصور الضيافة المتنقلة تطلب دائما من الدار الحاج محمد عبد الدير وأولاده المؤلمين بقريتين. يا سادة تقبل الله عزاءكم جميعا.